الحمد لله باري الأنام خالق الإنس والجان منزل التوراة والإنجيل والقرآن مرسل الرسل بالبيان والتبيان رافع منارهم في الملوان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على درة تاجهم الخاتم العدنان وآله وصحبه أولي الفضل سادة الأعلام. وهذه قراءة في سير النبلاء الأعلام للعلامة الحبر الجهبذ الذهبي ابن قيماز الإمام بإسناد شيخنا النميري غفر الله له ولوالديه ومشايخه ما شعشع القمران. ثم دخلت سنة 3 غزوة ذي أمر. في المحرم غزا النبي صلى الله عليه وسلم نجدا. نبي غزا النبي فاعل، هذا هو الصواب. غزوة ذي أمر بفتح الهمزة والميم والراء، وهذه من الغزوات عليه الصلاة والسلام أقام النبي عليه الصلاة والسلام بقية ذي الحجة سنة 3، ثم غزا متجها إلى نجد ليفتح غطفان، واستخلف على المدينة عثمان، فأقام النبي بنجد صفرا من السنة الثانية الثالثة، ثم رجع عليه الصلاة والسلام ولم يلقى كيدا، يعني لم يحارب، شردوا هربوا الجبناء، هربوا لما علموا بمقدم المصطفى العدنان. نصرت بالرعب مسيرة شهر، سبحان الله، النبي لو يتحرك مسيرة شهر، مسيرة شهر يعني كم كيلو يا مشايخ؟ 1200 كيلو، احفظوها، اليوم 40 كيلو بسير الإبل المجدة، 40 × 30 ب1200 كيلو، يعني يطلع من هنا لين الرياض أو ما بعد الرياض، لو بس قال اليوم إنه ناوي يطلع يخافون ويرتعبون، وهم إن كانوا على مسافة شهر. نصرت بالرعب مسيرة شهر. نعم تفضل. يريد غطفان واستعمل على المدينة عثمان، فأقام بنجد سفرا كله ورجع من غير حرب. وأما الوقت فقال ابن إسحاق وقال الواقدي فقال كانت في ربيع الأول، وأن غيبته 11 يوما. ثم عن أشياخ ثم روى عن أشياخه عن التابعين عبد الله بن أبي بكر بن حزم وغيره قالوا بلغ النبي. تأذن لي فضيلتك، تأذن لي، نعم، الواقدي كثير تسمعون هذا، لابد أن نترجم لهؤلاء حتى يكون عندكم رعاكم الله أثارة من الكلام على هؤلاء. الواقدي عاش قرابة 77 سنة، عاش من 130 هجرية إلى 720 هجرية، وهو أبو عبد الله محمد بن عمر ابن واقد، ولذلك يلقب بالواقدي السهمي الأسلمي ولاء، وهو طبعا من المؤرخين لكن متهم بالكذب عند علماء أهل الحديث، وسكن بغداد وله في المغازي كثير كما ترون هنا. قال الذهبي عنه أحد أوعية العلم على ضعفه المتفق عليه، سبحان الله، وكان له في الفقه والمغازي والحوادث الأخبار والسير إلى غير ذلك. وقال عنه أيضا جمع فأوعى وخلط الغث بالسمين والخرز بالدر الثمين فطرحوه لذلك. ومع هذا كأن الذهبي يعني يرد على من يلومه، انت ليش تأخذ منه هذا يعني، وطبعا الواقد من الطبقة العاشرة. قال ومع ذلك لا يستغنى عنه في المغازي وأيام الصحابة وأخبارهم. ومات ببغداد كما قلت لكم عن 77 عاما. والواقدي كما ذكرنا ولد في المدينة وكان حناطا. ما معنى حناط يا مشايخ؟
يعني يبيعوا الحنطة، يبيعوا الحنطة، يبيعوا الحنطة القمح يعني. سبحان الله، يعني وخسر في التجارة، ضاعت الثروة، فانتقل إلى العراق وعمره 50 سنة، جلس في المدينة من 130 إلى 180، وانتقل إليها في أيام الرشيد، وتواصل مع البرمكي يحيى بن خالد البرمكي اللي هو كاتب هارون الرشيد، وبعدين أصبح وزير هارون الرشيد، وأصبح هو وأولاده الفضل وجعفر من علية القوم في أيام خلافة الرشيد، ونكبوا، وإن شاء الله مرة نتكلم عن نكبة البرامكة، ليس هذا وقتها. التاريخ جميل يا شباب. الشاهد، فراح هناك اتصل بخالد البرمكي فأفاض عليه وأعطاه وقربه من هارون الرشيد، وولاه قضاء بغداد، وبقي به إلى أن توفي سبحان الله. ولذلك لا يفتقر طالب العلم حتى ونزلت به النكبات. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد، يقول كان حرص على التاريخ إذا ذكرت له واقعة يذهب لمكانها ويعاينه سبحان الله، يذهب إلى مكانه ويعاينه. طيب، مين أشهر تلامذة الواقدي؟ من أشهر تلامذة الواقدي محمد بن سعد صاحب الطبقات، أشهر من روى عنه هو كاتبه محمد بن سعد صاحب كتاب الطبقات الكبرى. محمد بن سعد رحمه الله اللي هو ابن منيع البغدادي، طبعا تولد سنة 168، واحنا قلنا هذا 130. الواقدي كما قلنا منهم من يقول أنه سني، ومنهم من يقول أنه شيعي، وكان يمارس التقية إلى غير ذلك. يقول عنه الذهبي كما قلنا أنه ضعيف. يقول علي بن المديني، عبد الله بن علي بن المديني يروي عن أبيه قال عند الواقد 20,000 حديث لم أسمع بها، ثم قال لا يروى عنه. الله أكبر، يعني لا ترون عنه، فيه كذب. وقال أبو داود لا أكتب حديثه. وكان أحمد لا يذكر عنه كلمة سبحان الله. ويقول أحمد بن حنبل الواقدي كذاب، معنى لا يذكر عنه كلمة يعني ما يروى عنه ولا شيء. وقال يحيى بن معين الواقدي ليس بشيء، الواقدي ليس بشيء. وقال يونس بن عبد الأعلى تلميذ ورفيق الشافعي، يقول قال لي الشافعي كتب الواقدي كذب. وقال أبو إسحاق الجوزجاني لم يكن الواقدي مقنعا، يعني فيه كذب. وذكرت لأحمد موته يوم مات بغداد فقال جعلت كتبه ظهائر للكتب منذ حين، يعني ما أخذت عنه ولا شيء. قال النسائي رحمه الله الوضاعون 4: ابن أبي يحيى بالمدينة، والواقدي بغداد، ومقاتل ابن سليمان بخراسان، ومحمد بن سعيد الذي يلقب بالمصلوب بالشام لأنه صلب على كذب على الرسول عليه الصلاة. وقال البخاري سكتوا عنه. الله أكبر، شوفوا البخاري مؤدب رحمه الله، يقول لك الكلمة إذا قال سكتوا عنه يعني كذب، يعني ما حد يأخذ عنه. وما عندي للواقدي حرف، وما عرفت من حديثه فلا أقنع به. وقال الإمام مسلم الواقدي متروك الحديث. هل العجب العجاب، الله يعافينا وإياكم يا مشايخ، مع كثرة حفظ الواقدي للسير ما كان يحفظ القرآن، الله يعافينا وإياكم. يقول خطيب بغدادي كان الواقدي مع ما ذكرناه من سعة علمه وكثرة حفظه لا يحفظ القرآن، يا رب السلامة. قال مجاهد بن موسى ما كتبت عن أحد أحفظ من الواقدي. هذا ممن يثنى عنه الناس يعني، وهنا الحفظ ليس معناه الإتقان، الحفظ هنا ليس معناه إيش،
ليس معناه الإتقان أيها الكرام الفضلاء، ليس معناه الإتقان. توفي كما ذكرت لكم رعاكم الله في 11 من ذي الحجة سنة 720 عن 77 عاما. من أشهر طبعا عنده يعني كتب كثيرة أغلبها في المغازي، التاريخ والمغازي، كتاب المغازي النبوية، فتح إفريقية اللي هي يعني تونس ومن حولها، فتح الكتاب فتح العجم، فتح مصر والإسكندرية، أيضا عنده كتاب في أخبار مكة، فتوح العراق، إلى ما غير ذلك أيها الكرام الفضلاء، فتوح الشام. أغلب ما كتب هو كل شغله في السير، لكنهم تركوه في الحديث. هذا هو محمد بن هذا هو صاحبنا محمد بن عمر بن واقد الملقب بالواقدي. تفضلوا. نعم. قالوا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن جمعا من غطفان من بني ثعلبة بذي أمر قد تجمعوا يريدون أن يصيبوا من أطراف المسلمين، والله أعلم. غزوة بحران. قال ابن إسحاق أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ربيع الأول، ثم غزا يريد قريشا. قال عبد الملك بن هشام فبلغ بحران معدنا بالحجاز فأقام. صحيحة بحران، وضبط الأسماء جيد هنا بضم الباء المحددة التحتانية وسكون الحاء المهملة وفتح الراء المهملة، بحران. وهذه كانت في ربيع الأول من العام الثالث، في ربيع الأول من العام الثالث النبي خرج يريد قريش، واستخلف على المدينة كعادته عليه الصلاة والسلام عبد الله ابن أمي مكتوم، فبلغ بحران عليه الصلاة والسلام. وبحران هذه موجودة في محافظة رابغ، بحران هذه يا مشايخ في محافظة رابغ، عشان كده أقول لك إيش من معادن الحجاز. وطبعا سبحان الله فيها مطاحن يعني كانوا يجيبون منها الرحى، وحتى فيها شعاب تسمى أم الرحى. لما قالك من معادن الحجاز لأن كانوا يستخرجون منها المعادن، كما نقل ذلك ياقوت الحموي، لذلك يقول لك من معادن لأن كانوا يستخرجون منها المعادن. وقال لك بحران معدنا بوادي ماذا؟ بوادي حجر، بوادي حجر موجود في محافظة رابغ. تفضل. طيب فأقام هناك ربيع الآخر كله. طيب تعرفون انتم مركز حجر؟ تعرفون مركز حجر يا شباب؟ ما هو المنطقة هذه المركز اسمه موجود، اسم مركز حجر موجود في رابغ، وبحران هناك، وبحران فيه هناك. نعم تفضل. بحران من ناحية الفرع، ثم رجع ولم يلقى كيدا. هذه هي الألفاظ، هذه لم يلقى كيدا، لم يلقى حربا، كلها بنفس ايش؟ كلها بنفس المعنى، كلها بنفس المعنى. نعم. وقال الواقدي غزا النبي صلى الله عليه وسلم بني سليم وبحران لست خلونا من جماد الأولى، وبحران من ناحية الفرع بينها وبين المدينة ثمانية برد، فغاب عشرة. أيوة شفت دقيقة، قال لك إيش؟ قال لك ثمانية برد. سبحان الله ايش معنى هالكلام؟ ليالي يا شيخ؟ لا فضيلتك، احنا قلنا البريد اربعة فراسخ، البريد هذه مسافات فضيلتكم. زمان كان الخيل لما يطلع من مكان لمكان يحسب لكي يوصل البريد بين المدن يحسبوه بذلك، فالبريد اكتبوا هذا، احنا ذكرناه في المجلس الماضي لكنكم لم تكنشوا رعاكم الله، فكنشوا الآن. البريد أربع فراسخ،
وهو عند الحنفية والمالكية 22 كيلو و260 متر، وعند الحنابلة والشافعية 44 كيلو و250 متر. تمام. إذن البريد 4 فراسخ، البريد الواحد بهذا 22 كيلو و260 متر عند الحنفية والمالكية، وعند الشافعية والحنابلة 44 كيلو و250 متر. طيب ارجع ثاني فضيلتك لما ذكرت لنا، قال كم المسافة؟ 8 برد، صح؟ 8 برد، نعم. من فين لفين 8 برد؟ خران من ناحية الفرع بينهم وبين المدينة. يا سلام، ممتاز. طيب 8 برد، وانتم اهل الحساب والرياضيات، يعني كم كيلو؟ من 22 يا شيخ. 8 في 44. انت الان جبها لي على قول المالكية والحنفية، وبعدين جبها لي على قول الشافعية والحنابلة. صحيح، احنا قول الحنفية والحنفية 22 240، صح ولا انا غلطان؟ 260 يا شيخ. معلش فرقنا 20، يلا يعني 178 كيلو، صح؟ دكتور 176 يا شيخ. فضيلتك هو قال لك 8 برد، 8 برد والبريد 22 كيلو 260 متر، صح؟ نعم، يعني حيكون 178 كيلو، صح؟ في 8 يطلع 178 كيلو، نعم. يا سلام، ممتاز. طيب وعلى قول الحنابلة والشافعية قال 44 كيلو 240، صح ولا 200 وكم؟ 354 يا شيخ. ايوه ممتاز. هذه اذا هالمسافه، هذه هي المسافه، هذه هي المسافه بينهم، واتوقع هذه المسافه تكون بالرابغ وبين، يعني قريبه من ذلك، بالرابغ وبين المدينه. ما انت لما عرفتم خلاص عرفت المنطقه هي واقعه فين، هي تقع في رابغ، ومعروفه محافظه حجر موجوده الان، هذه كانت غزوه بحران هناك. يعني شوف النبي سافر في كم، سبحان الله عليه افضل الصلاه واتمون وأتم التسليم، خدف 8 أيام رايح 8 أيام جاي. هذا ما هو البريد، البريد هي مسافة التي يقطعها الإبل المجدة أو الخيل المضمرة في اليوم والليلة، وهي 40 كيلا عند الحنابلة والشافعية، و22 عند البريد عند الحنفية والمالكية. تفضل فضيلتك. نعم. الله عليك. وكان بلغه أن بها جمعا من بني سليم، فخرج في 300، واستخلف ابن أم مكتوم الفرع بضم الفاء وسكون الراء بين مكة والمدينة. ممتاز. أنتم الآن لو تشوفون في الخريطة وتشوفون النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طلع فين لبحران من المدينة، وجي نازل عليه الصلاة والسلام جنوبا، صلى الله عليه وسلم مر بحط بالأكحل وبعدين بوادي الفرع إلى غير ذلك. طيب الآن احنا نرجع تاني، الآن بالنسبة لي وادي الفرع وهكذا هو ضبطه، منهم من ضم الفاء والراء، ومنهم من سكن الراء وضم الفاء فقال وادي الفرع، ومنهم من قال وادي الفرع. كيف مضبوطة عندك؟ الفاء مضمومة والراء مسكونة يا شيخ. ما فيش مشكلة، لا مانع. هكذا منهم من قال الفرع ومنهم من قال الفرع، وهو من أشهر الأودية سبحان الله، كما قلنا جنوب المدينة على ساكنة الصلاة والسلام، يعني 110 كيلو على الطريق السريع بين مكة وبين المدينة، وهو كان من أشرف ولايات المدينة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام،
وكان صاحبه يجبى إليه 12 منبرا، وهي منبر الفرع والمضيق والسوارقية ورهاط والجحفة والسقية والأبواب وقديد وعسفان وادي ستارة. وكان في وادي الفرع أكثر من 50 عين تجري، سبحان الله، تسقي عشرات الآلاف من النخيل على جنبات الوادي. طبعا يسكنه بني عمرو من الحروب، وأيضا يشتهر باسم وادي بني عمرو، ويسمى أيضا وادي النخيلة، ويسمى أيضا وادي الفرع، وكان طريقا للقوافل القديمة بين مكة والمدينة، والطريق اللي يمر من عند أم البرك والمسيجيد، ويسمى بالطريق الفرعي. وهذا طبعا بيجي سبحان الله جاي من رابغ لحد يوصل أبيار الماشي. انتوا كل طريقة تشوفون انتوا ماشيين على المدينة على ساكن الصلاة والسلام. فهذا هو بالنسبة لي، هذا بالنسبة لهذا الوادي. ولذلك يقولون السهيلي رحمه الله في الروض الأنف، يقول الفرع أول قرية يعني جلب منها الميرة لإسماعيل وأمه بالتمر، سبحان الله. يعني لما جاء إسماعيل لما سكنوا مكة وأمه هاجر، كان تمر الفرع هو الذي يذهب إلى مكة. لذلك كانت هذه المنطقة منطقة زراعية تنتج التمر وتسوقه في بلاد الحجاز، تسوقه في بلاد الحجاز. فسبحان الله لما عمرت مكة وصار بها السكن، فبدت القوافل تبيع وتشتري، سبحان الله. فكانت الميرة تأتي من الفرع إلى مكة، من الفرع إلى مكة. يقول لك كان فيه حوالي 20,000 نخلة كما ذكر الإمام السهيلي. وياقوت الحموي في معجم البلدان ضبطه، قال الفرع بالضم والسكون، الفرع بالضم والسكون. وقال البكري في معجمه والفرع بضم أوله وثانيه، يعني ضم الفاء وضم إيش وضم الراء. فهكذا ضبط، وهكذا ضبط رعاكم الله. نعم، غزوة بني قينقاع. لا، نتوقف هنا حتى إن شاء الله في المجلس القادم نطيل الكلام فيها. دي أول غزوة حتكون مع اليهود. هذا يعني الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على رسول الله. جزاك الله خير يا شيخ. وإياكم وإياكم، عليه الصلاة والسلام. طيب، إحنا أيضا طالما بنتكلم على وادي الفرع، فقد عبد الله بن الزبير يقول لك سبحان الله لما أمه قالت له أعمر الفرع، فيقول لها نعم يا أمه، وقد عمرته واتخذت به أموالا، سبحان الله. يعني كان اهتم به. وأيضا عروة بن الزبير طبعا كان عنده قصر في المدينة في العقيق، وأيضا كان عنده مزارع في عين النهد وعين العسكر. طبعا هذه الأسماء ما هي معروفة الآن، يعني يقال أنها قد اندثرت يعني. وحمزة بن عبد الله بن الزبير تابع أباه في الاهتمام بهذه المنطقة أيضا، فعمل بها عين الربض وعين النجف، وهي معروفة إلى اليوم. ولو أن الناس يعني يختلف في مسألة بقائه أو اندثاره، ويقول الزبير سألت سلمان بن عياش لماذا سميت بعين الربض، قال منابت الأراك في الرمل تدعى الإرباض،
قال ولماذا سميت بالنجف؟ قال لأنها في نجف الحرة، الحرة اللي هي الصخور إيش؟ الصخور السوداء، فلها تاريخ هذه المناطق. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.